صباح الخير. ما دخل غسان غصن على إضراب إلا وسواه أرضا وفكك مفعيله لتقديمه هدية إلى السلطات. وأمس أنزل فوج الاتحاد العملي برئاسة غسان غصن إلى مؤسسة كهرباء لبنان فأعلن وقوفه إلى جانب المياومين الذين كانوا قد أقفلوا منافذ المؤسسة ومنعوا الموظفين والإدارة من الدخول ما أضطر الإداريين إلى تقديم اللجوء الكهربائي إلى معمل الذوق الحراري. واعلنوا ان المؤسسه الام اصبحت محتله الاداريون لم يعلنوا عن خطه لمقاومه الاحتلال بل قرروا الاخلاء القسري والاعلان من الذوق عن نتائج سلبيه ستنجم عن اقفال المؤسسه تقتضي انقطاع التيار الكهربائي عن كل لبنان منطلقين من اعتبار ان الكهرباء متوافره في الاساس ولم تتوضح الصورة بعد عن ربط اعتصام المياومين بالقطاع التيار ما دام المياومون وجبات الإكراء مهمتهم محصورة بالجباية والتوزيع فقط فيما عمال الكهرباء ما زالوا في معاملهم وهذا ما أكده بيان لجنة المياومين الانقلاب داخل الكهرباء ليس وحيدا على الساحة ويتقدمه الانقلاب السياسي في مدينة صيدا بعدما اختار المستقبل والجماعة طريق الأسير وأصبحوا جميعا قطاع طرق مع اختلاف المهمات الموكلة إلى كل طرف فهناك المنفذ الذي يوازيه مقدم التسهيلات ومطفي الشرعية وباسط اليد المالية وعلى هذا التوصيف عقد رئيس تنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد مؤتمرا صحفيا تحدث فيه عن تحالف المستقبل والجماعة الإسلامية الذي شكل غطاء سياسيا لاعتصام الأسير وقال أحبطوا هذا الإضراب بطلب خليجي لعدم فك الاعتصام لا تأثير لحدثي الصيد والنهر في مجريات الأمور السياسية التي وضعت أول المداميك الانتخابية على سكة البحث تنفيذا لوعد كان قد قطعه رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان والتزم طرحه على طاولة مجلس الوزراء وأول الغيث كان في جلسة الأمس على أن يستكمل نقاش الدوائر اليوم في جلسة ثانية لمجلس الوزراء مع التوجه إلى التصويت مادة مادة بحسب توقعات الوكالة المركزية وإذا ما أنجز القانون سليما معافا في مجلس الوزراء يبقى عليه محطة مجلس النواب وبإقراره بأقل الأضرار التسوية الممكنة سيحتسب هذا القانون في المصرف السياسي للرئيس ميشيل سليمان لأن بقية الأطراف السياسية لا هم لها إذا ما انتخبت على الستين أو ذبحت النسبية على السكين امنيا وعشيه عيد الجيش جاء امر اليوم للعماد جا قهوجي مفعما بنيات الامس والغد لبعض القوى المتحمسه لاقامه مناطق عازله خارجه عن سلطه الدوله قهوجي اعلن ان رده على هذه المساعي سيكون حاسما وفاعلا عبر خطه محكمه ستظهر تباعا على ارض الواقع وفقا لمسار التطورات ويشكل امر قهوجي اول جدار امني عازل وميداني لطموح الخارج والداخل بانشاء مناطق عازله في شمالي لبنان وهو بذلك احبط مؤامره بحجم امريكا وتركيا وجنب لبنان ضررا محققا يعقد رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مؤتمرا صحفيا اليوم لدرس آخر التطورات بعد انتقال الإدارة إلى معمل الذوق بسبب إقفال الميومين بوابات المؤسسة وقد حملت الإدارة المياومين مسؤولية قطع الكهرباء قريبا عن لبنان بعد إخلاء مركز التحكم في المؤسسة والذي يجري من خلاله التحكم بالشبكة الكهربائية فيما أكد المياومون أنها مؤامرة للضغط عليهم عبر قطع الكهرباء عن لبنان استحدثوا غرفة تحكم حديثة بتضوي لبنان كله اسمها غرفة تنسيق على الطابق التاسع هيدي بتضم موظفين بيبدلوا كل 24 ساعة بيبدلوا هن مشان يجي بديلهم بقى وقت طلع قرار بمجلس الإدارة أنه بدهم بعد ست ساعات سبع ساعات يطفي يطفي لبنان هؤل الموظفين حاولوا انه بدهم يظهروا واحد اجى بالصليب الاحمر مرض على الصليب الاحمر بده اجي اخده والثاني حاول قال يظهر انا ما اجى بديله انتوا قربتوا صوبهم نحن ما قربنا صوبهم ابدا ومن الصبح بلغناهم اذا بدكم تبدلوا لنفوت بديلكم احنا ما تقولوا نحن هذا الطابق كليا ما بنقرب صوبه هذا الطابق بضوي لبنان كله ما قلنا علاقه فيه بدهم يجوا يفوتوا البديل لهم اهلا وسهلا البوابه مفتوحه لهم وبدهم اللي خلصوا يفلوا كمان ما عندنا مشكله بهالشيء اللي عم يعمل هيك هي هي بالنهايه هي... هذه مسؤوليه الوزير والإدارة لأنه بده يطفوا لبنان وهددوا بده يطفوا لبنان وبده يطفوا لبنان بده يطفوها من هون بده يحملوا لنا المسؤولية نحن أبدا مش مسؤولية جوبيت وعمل يومين أبدا مش هن مسؤولين عن الطابق التاسع ونحن هلا بتصرف يجوا الدرك ويجوا أي إنسان مسؤول عن الدولة نحن مستعدين نأمن حماية للطابق التاسع ليضوي بيروت ويضوي لبنان كله وكان مياويم الكهرباء وجبات الإكراء قد أقفلوا أبواب المؤسسة في وجه زملائهم ومنعوا الإدارة والموظفين من الدخول حتى دفع الرواتب وتحقيق وإعادة جداول الحضور بلغ اعتصام مياومي كهرباء لبنان خطوط التوتر العالي فللمرة الأولى منذ بدء انتفاضتهم يقفل مياومو الكهرباء أبواب المؤسسة في وجه زملائهم المتفرغين في الملاك للمرة الأولى يتحول الاعتصام انقلابا ويسيطر المياومون على المؤسسة معلنين البيان رقم واحد لثورتهم ما الاتحاد العملي العام قرر التفاوض تحت لهب الإطارات فلقاه العمال بالترحيب والحذر لا تراجع ولا مفاوضات قبل البدء بالامر الاول والاساس وهو دفع مستحقاتكم معاشاتكم لانه هي هيدي لقمه عيشكم وبعد منها يفتح باب التفاوض عم نطالب اولا بدفع رواتبنا كامله ومستحقات جوات الاقراء ثانيا بده يرجعوا يرجعوا لوائح الحضور الصباحيه اللي بنمضي عليها لانه نحن ابتداء من الشهر هيدا اول الشهر بطلنا بالمؤسسه وثالثا بدنا تعهد انه الفواتير اللي اخذت نهار الجمعه من المؤسسه ما مت ما تنجبها يعني هيدي ثلاث مطالب اساسيه لحتى نفك الخطوه اللي بلشناها اليوم وبدءا من اليوم فان المياومين مياومون في المؤسسه ليلا ونهارا. وزعوا جداول دوامات فيما بينهم لحراسه ثورتهم. الخيمه عادت الى صاله الزبائن حيث لا زبائن ولا موظفون الفواتير اللي ظهرت في فواتير ناقصه هيدا الامضاء منى منى عيسى المستحب المحتسب المالي بكهرباء لبنان مم. اذا ما كان ممضي هذا الامضاء يعني هذه الفاتوره مزوره أهو. يعني هذه الفاتوره ما بتعني شيء ورقه للكاب يعني اكيد هو غير شرعيين فبده ينتبه المواطن اذا دفع هو الفواتير يعني دفع شيء لحساب شركات ما دفع شيء لمؤسسه كهرباء لبنان بتقدر المؤسسه ترجع من جديد طالبوا بحق الفاتورة وإلى أن يحل الخلاف السياسي على ملف المياومين حل الخلاف هنا بين الموظفين فخرج الدائمون وتثبت الميومون مجلس إدارة كهرباء لبنان يقرر اعتبار المؤسسة مقفلة قصرا إلى حين زوال احتلالها وينقل الإدارة إلى معمل الذوق بعد إعلان لجنة الميومين في كهرباء لبنان إقفال أبواب المؤسسة وكل مراكزها في كل المناطق حتى دفع الرواتب عقد مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان جلسة استثنائية في حضور جميع مديري المؤسسة في معمل الزوق الحراري لتعذر دخول المبنى المركزي في كورنيش النهر وأفاد المجتمعون في بيان إن إن أنهم قرروا بالإجماع اعتبار المؤسسة مقفلة قصرا بسبب احتلالها من عمال متعاهدي غب الطلب وجبات الإكراء إلى حين إخلائها من جميع محتليها واستتباب الأوضاع الأمنية فيها وقرر المجلس نقل الاداره الى معمل الزوق بسبب احتلال المؤسسه واضاف البيان ان اقفال المؤسسه سيؤدي الى انقطاع التيار الكهربائي عن كل الاراضي اللبنانيه في الساعات المقبله وسيجري اصدار بيان تفصيلي لاحقا واشار الى انه لم تسرق الفواتير ولم تهرب من اي جهه كما يروج لتعليل احتلال المؤسسه وفي سياق متصل أعلن عدد من عمال ومستخدمي كهرباء لبنان في بيان تعليق مشاركتهم في اجتماعات المجلس التنفيذي لنقابة عمال ومستخدمي مؤسسة كهرباء لبنان اعتراضا على سياسة النائي بالنفس التي تعتمدها وعدم محافظتها على كرامة مديري المؤسسة ومستخدميها حتى تصويب مسارها والعودة إلى الدفاع عنهم والحفاظ على كرامتهم مع بذل الجهد لحمايتها من الانهيار، وأضاف البيان أنه تجري اتصالات بين أعضاء مجلس المندوبين لتقديم استقالاتهم. هيئات الصيدا تضرب عن الإضراب بسبب تراجع تيار المستقبل والجماعة الإسلامية عن الخطوة وإعلانهما الاستجابة لمبادرة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الداخلية مروان شربل. إلغاء الإضراب من قبل تيار المستقبل والجماعة الإسلامية أعطى اعتصام الأسير قوة إضافية ودعمة وهما يتبنان الاعتصام كاملا لقد كنا حذرين في التعاطي مع زيارة النائب هي الحريري وكنا نحاول أن ندفع الأمور في اتجاه المعالجة الصحيحة لظاهرة الاعتصام الكلام لرئيس التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد الذي رأى أن دولا عربية طالبت مرجعيات في الدولة بحماية اعتصام الأسير ومنعت أن تضرب المدينة بوجه من يطالب بنزع السلاح المقاومة هناك قوى متحالفة في المدينة من تيار المستقبل والجماعة الإسلامية يعني هم يؤيدون ما يطرحه الأسير من شعارات تتناول سلاح المقاومة وهم يدعمون هذه الشعارات ويؤيدونها لذلك هم يشكلون لهذا الاعتصام غطاء سياسي ويبدو ان هناك مرجعيات في الدوله اللبنانيه ايضا تؤيد ما يطرحه الاعتصام الاسير من شعارات ولذلك فنحن امام قضيه يعني هي عباره عن قضيه لها امتدادات أه وليست معزولة بالرغم من حذرنا صحيح تعرضنا لخديعة الرد المستقبلي أتى على لسان الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريدي الذي أوضح أن لقاءه الأسير هو تكملة للقاءات التي أجرتها النائب بهي الحريدي نتيجة التوترات التي حصلت بين أبناء المدينة الواحدة وحقنا للدماء اليوم أنا ما بعد تبطأ سياسي لحدا أنت بزمن ربيع عربي أه كل واحد عنده فكره بيقدر يطبقها على الشارع العربي تقول في تغطيه سياسيه او ما في لا بس الشعار السياسي المطروح هذا شعارنا من 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 اذار 2011 صحيح. اطلعوا الشيخ سعد وماشيين فيه للاخر ليش انسحبتوا من تنفيذ الاضراب اليوم؟ نحن ما انسحبنا من تنفيذ الاضراب، في حدا اتصل تنتين بالليل بالوسيط مع اللي معنا وقال انه انا مش جاي احضر الاجتماع مين هو الحد التنظيم الشعبي المقصر؟ طبعا طبعا آه شو هو قال مش جاي احضر ايه طبعا هو وهو من عنده مش ضروري هو مباشر يعني بس حدا من عنده قال نحن مش جايين واكد الحديدي انه سيألو جهدا لحل المساله سلميا لان حلها من مصلحه الطرف الذي فاز في الانتخابات النيابيه الاخيره في صيدا مجلس الوزراء تابع درس مشروع قانون الانتخابات من زاويتي تقسيم الدوائر واقتراع المغتربين وارجأ البحث الى جلسه تعقد اليوم. دخل قانون الانتخاب مرحله السباق مع الوقت، لذا اقتضى اشعال نار حاميه تحت طاوله مجلس الوزراء التي انشغلت بطبق وحيد وهو اقتراح الوزير مروان شربل لمشروع قانون انتخابي قائم على النسبيه. خصص البحث لتقسيم الدوائر واقتراع المغتربين فتبين أن طرح شربل يقوم على أربعة مقترحات أربع عشرة، ثلاثة عشرة، اثنتا عشرة أو عشر دوائر مقترحات لم تحظى برضا الوزراء الذين انشغلوا بنقاش حول حجم الدوائر مع توجه عام لاعتماد الدوائر المتوسطه، اما اقتراع المغتربين فتمحور بحثه حول السؤالين: هل يكون هناك نواب للاغتراب ام يقترع المغتربون النواب 128 كما المقيمين؟ خلال الجلسه عبر وزراء الاشتراكي عن اعتراضهم على النسبيه معتبرين ان الاصلاح لا يجب ان يقتصر عليها. إلا أن الكلمة الفصل في موضوع قانون الانتخابات ستكون في مجلس النواب حيث سيخضع بحسب تعبير الوزير وائل أبو فعور للمقصلة السياسية رئيس الجمهورية دعا في كلمته الافتتاحية إلى معالجة المواضيع الأساسية كقانون الانتخابات واللامركزية الإدارية والشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما حث على التحضير جديا لموازنة 2013، مثنيا على الدور الذي يلعبه الجيش وقوى الأمن في توقيف الخلايا الإرهابية وعصابات السطو على المصارف. ودعا فخامة الرئيس المجلس إلى درس مشروع قانون الانتخاب المنصوص عنه في البيان الوزاري على ان يكون نافذا قبل سنه من اجراء الانتخابات لافتا الى انه لم يعد هناك مهله السنه لكن الافضل ان ياتي المشروع متاخرا من ان لا ياتي ابدا مشيرا الى ان يواكب المشروع اليه انتخاب اللبنانيين غير المقيمين وكان الرئيس سليمان قد ترأس اجتماعاً وزارياً قضائياً أمنياً لاستكمال بحث موضوع تسليم داتا الاتصالات، حيث أبدى ارتياحه لمسار العمل الذي قام به المعنيون على هذا الصعيد. في سوريا تستمر المعارك في مدينه حلب والقوات النظاميه تؤكد سيطرتها على حي صلاح الدين وباريس ستدعو مجلس الامن الى اجتماع عاجل قبل نهايه الاسبوع هذا واعلنت وزاره الخارجيه البريطانيه في بيان ان القائم بالاعمال السوري خالد الايوبي استقال من منصبه وقال انه لم يعد يرغب في تمثيل نظام الرئيس السوري بشار الاسد بسبب اعمال العنف التي يرتكبها في اليوم الثالث من معارك حلب، أكد الجيش النظامي أنه تمكن من السيطرة على جزء من حي صلاح الدين، ونقل التلفزيون الرسمي السوري صورا لتوغل الجيش في بعض شوارع الحي وأزقته إلا أن المعارضة المسلحة نفت هذا النبأ مؤكدة أن القوات النظامية لم تتقدم مترا واحدا وأعلن الجيش السوري الحر أنه استولى بعد عشر ساعات من القتال على حاجز عندان وهو نقطة استراتيجية ويقع على بعد خمسة كيلومترات شمال غرب حلب الى ذلك افاد تلفزيون ان الجيش السوري طهر حي القرابيس في حمص من المجموعات المسلحه اضافه الى منطقتي السيبانيه والشوفانيه في ريف دمشق من جهة أخرى أكد المرصد السوري أن مسلحين مجهولين اغتالوا الطيار فراس الصافي بإطلاق الرصاص عليه على طريق مطار دمشق الدولي وهو نجل الطيار لعماد ابراهيم صافي الذي شغل مناصب رفيعة المستوى في القيادة السورية في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد. في هذه الأثناء التقى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السوري وليد المعلم الرئيس الإيراني محمود أحمد نجاد الذي أكد أن بلاده دولة شقيقة لسوريا وتقف إلى جانبها في وجه المؤامرة حتى ينتصر الحق على الباطل وعبر نجاد عن ثقته بنصر سوريا بحكمة قائدها الرئيس بشار الأسد والتفاف الشعب السوري حول قيادته فيما أكد المعلم عزم سوريا على إحباط المؤامرة التي تتعرض لها البلاد ومكافحة المجموعات الإرهابية المسلحة التي ترتكب أعمالا إجرامية بدعم من دول غربية وعربية تأويها وتزودها بالمال والسلاح كما التقى المعلم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي سعيد جليلي ورئيس مجلس الشورى علي لاريجاني وشرح لهما الأوضاع الراهنة في سوريا إلى ذلك أكد رئيس بعثة المراقبين في سوريا الجنرال بابكر جاي أن البعثة تعمل لتطبيق قرار مجلس الأمن وخطة الموفد الدولي أكوفي أنان يوجد التزام من الحكومة السورية بخطة أنان ولا يمكن حل الأزمة السورية إلا باتفاق بين الشعب السوري وقيادته سياسيا أعرب وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عن خشيته من وقوع مجزرة في حلب محذرا من انتقال النزاع إلى الدول المجاورة سنطلب اجتماعا لمجلس الأمن على مستوى الوزراء قبل نهاية هذا الأسبوع على الأرجح وهذه المرة لمحاولة وقف المجازر والتحضير للانتقال السياسي في هذا الوقت أرسل الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة كليس المتخمة للحدود السورية اكد البيت الابيض ان الرئيس الامريكي باراك اوباما ورئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان تحدثا عبر الهاتف بهدف تنسيق الجهود لتسريع الانتقال السياسي في سوريا. واوضحت الرئاسه الامريكيه في بيان ان ذلك يتضمن رحيل الرئيس السوري بشار الاسد والاستجابه لمتطلبات الشعب السوري. اهلا بكم من جديد افاد مندوبنا في البقاع شوقي سعيد بان الامطار الغزيره التي تساقطت ليلا في المنطقه ادت الى قطع الطريق بين منطقتي الجديد والفاكهه نتيجه السيول التي حملت معها الحجاره والاتربه ولم تسفر عن وقوع اي اصابات او اضرار وقد حضر الدفاع المدني وقام بفتح الطريق والسيول مصدرها سلسله الجبال اللبنانيه الشرقيه والمرتفعات السوريه وقد تتسبب بارتفاع منسوب نهر العاصي في العيد السابع والستين للجيش العماد جا يؤكد في امر اليوم عدم سماحه باقامه اي منطقه عازله خارجه عن سلطه الدوله أنا قائد الجيش عماد جان قهوجي إلى أنه مهما آلت إليه الأحداث الجارية في سوريا فإن الجيش سيبقى على أتم الاستعداد للاطلاع بدوره وتحمل مسؤولياته الوطنية كاملة وفقا لقرارات السلطة السياسية وتوجيهاتها وذلك بهدف الحد من تداعيات تلك الأحداث على لبنان وحماية أهالي المناطق الحدودية ومنع انتقال الفتنة إلى الداخل قهوجي وفي العيد السابع والستين للجيش جزم بانه لن يسمح بتحقيق رغبات الكثيرين في تحويل الوطن الى ساحه تترجم فيها الخلافات السوريه والإرادات الاقليميه او في اقامه اي منطقه عازله خارجه عن سلطه الدوله مشيرا الى ان رده سيكون حاسما وفاعلا عبر خطه محكمه ستظهر تباعا على ارض الواقع وفقا لمسار الاحداث والتطورات العماد قهوجي وفي امر اليوم اكد ان الجيش جسم واحد وهو اكثر تماسكا وصلابه من اي وقت مضى، معتبرا ان محاولات البعض الاصطياد بالماء العكر للايقاع بين الجيش واهله لن تنجح او الايحاء بان في صفوف المؤسسه احزابا وتيارات سياسيه. ولفت قائد الجيش الى ان المواجهه مع العدو الاسرائيلي ستبقى قائمه لاحباط مخططاته الاجراميه وحتى تحرير اخر ذره تراب من ارضنا المحتله، مشيرا الى ان الجيش وبالتنسيق الدائم مع قوات الامم المتحده لن يسمح بتكريس الخط الازرق خطا حدوديا وسيتصدى للعدو الاسرائيلي بكل قدراته. وزاره المال محطه جديده في زيارات هيئه التنسيق النقابيه. رأت هيئة التنسيق النقابية بعد لقائها وزير المال محمد الصفدي أن التوجهات التي صدرت عن اللجنة الوزارية إلى وزارة المال لم تطل موضوع تعديل قيمة الدرجة لأساتذة التعليم الثانوي وذلك خلافا للاتفاق الذي جرى مع رئيس الحكومة ووزير التربية الآن يجري شطب هذه الستين بالمئة أن رابطة أساتذة التعليم الثانوي وهيئة التنسيق النقابية متمسكة متمسكتان بهذا الحق التاريخي المكتسب وسوف نتابع الاتصالات مع المسؤولين من اجل تثبيتها من اجل تثبيتها والدفاع عنها وهذا حق وما مات حق وراءه مطالب عم يتبين لنا انه في بعض الوزراء كل وزير وكانه هو حكومه لوحده يعني اكيد نحن معالي وزير الماليه ومعالي وزير التربيه نحن من كهيئه تنسيق نقابيه بنقول هن عملوا اللي عليهم وكل كل شيء مطلوب منهم مطلوب من اللجنه الوزاريه الموسعه برئاسه رئيس ميقاطي تشتغل لجنه وزاريه موسعه مش كل وزير يشتغل لوحده وأملت هيئة التنسيق أن تقر حقوق الأساتذة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة بالصورة التي جرى الاتفاق عليها مع رئيس مقاطي واللجنة الوزارية صفحة أخبار محلية متفرقة في هذا التقرير الوضع في الجنوب وعمل قوات اليونيفيل عرضه وزير الدفاع فايز مع نظيره الايطالي جون باولو دي باولا والوفد العسكري المرافق وقد اثنى الوزير الايطالي على التعاون والتنسيق بين الجيش اللبناني واليونيفيل مشددا على ضروره استمراره وتعزيزه وزار وزير الدفاع الإيطالي أيضا قائد الجيش العماد قهوجي وتناول البحث العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين وسبل تطويرها على مختلف الصعد بالإضافة إلى مهمة الوحدة الإيطالية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان <applause> لمناسبة العيد السابع والستين للجيش أقيم احتفال عسكري رمزي في مبنى وزارة الدفاع في اليرزي جرى خلاله تلاوة أمر اليوم الذي وجهه قائد الجيش إلى العسكريين للمناسبة وجه الرئيس إميل لحود أمام زواره نداء إلى أهل السياسة طالبهم فيه بإبعاد الجيش عن تجاذباتهم وصراعاتهم السلطوية وألا يساوموا عليه أو يسعوا إلى تحجيم دوره أو تقليص هيبته أحيا اتحاد بلديات بعلبك عيد الجيش وكانت كلمة لرئيس المجلس السياسي لحزب الله السيد إبراهيم أمين السيد الذي أكد أن الجيش هو مركز أساس الأمان مهما كانت الأحزاب وقوتها ومهما كانت المجموعات وقوتها فهي لا تستطيع أن تكون بديلا عن الجيش أو في مكانه في مؤتمر صحفي عرض وزير الزراعه حسين الحاج حسن اخر المستجدات في ملف النقل البحري للمنتجات الزراعيه مؤكدا ان خطوط النقل البحريه لم تكن يوما مقفله امام الصادرات اللبنانيه ولا سيما الزراعيه منها حيث يصدر التجار اللبنانيون المنتجات عبر الخطوط البحريه الى مختلف المرافق العربيه والاجنبيه اهلا بكم من جديد في غزه اعلنت مصادر طبيه وامنيه فلسطينيه استشهاد الفلسطيني اكرم بدر من قريه بيتلو الواقعه غربيه مدينه رام الله وإصابة اثنين اخرين برصاص جيش العدو الاسرائيلي، وذلك خلال محاولتهم دخول القدس الشرقية المحتلة عند حاجز الزعيم شرقية المدينة بقصد العمل. وأعلنت المصادر لوكالة فرانس بريس أن القتيل نقل إلى الجانب الإسرائيلي، فيما نقل المصابان الآخران إلى مستشفى في مدينة رام الله في الضفة الغربية. أول رمضان للأسرى المحررين بين أهلهم في غزة، رسالة للزميل محمد المدهون. نكهة خاصة وجو آخر مختلف تماما يعيشه الأسر المحررون في صفقة شريط هذه الأيام إنه رمضانهم الأول بين أهلهم وذويهم بعد نيلهم حريتهم هذا أبو أحمد حرز الذي قضى ربع قرن في السجون يحرص على عيش كل التفاصيل الصغيرة للشهر فهو شريك أساسي في أعداد وجبة الإفطار يوميا مع زوجته أم أحمد كانت فرحة وقالت هذا اليوم الأول اللي أنت يعني بتفطر معانا وحاولت حاولت تتقبل ايدي وانا رفضت الا انه في نهايه المطاف استسلمت لطلب طلبها ورغبتها وافطرنا سويا وكنا يعني فرحين بهذا اليوم نشعر بسعاده كبيره غمرت هذه الاسره استعد ابو احمد جيدا للشهر وانتظره اكثر من الاخرين لاستغلاله في كل ما حرمه منه غيابه في السجن من العيش في جو اسري وصله الرحم وتناول اكلات لم ياكلها منذ زمن لكن الجديد الذي طرا على حياته لا ينسيه ابدا رفاقه الذين قضى معهم معظم سنين عمره في الاسر فهو دائم المقاربه بين حالهم وحاله من بعد تحرره ما يزيد من ادراكه لمدى لا انسانيه الظروف التي يعيشها الاسرى في السجون يعني رغم انه احنا بنعيش ظروف قاهره وظروف سيئه وظروف كلها يعني متعبه ومجحفه في حق الانسان الا انه احنا كنا بنمارس حياتنا بشكل طبيعي نتغلب على كل هذه الظروف وإذا لم توجد البسمة كنا نوجد هذه البسمة وإذا لم تكن البسمة مصنع البسمة بطء شديد ممزوج بالحرمان كانت تمر به أيام رمضان في السجن الأمر الآن على وجه نقيض فالأيام تمضي سريعة بصحبة الأبناء والأحفاد وبتوفر ما يشتهى من طعام على عكس الطعام الذي لا يصلح للبهائم مما كان يقدم في السجون إنه طعم الحرية الخاص الذي لا يدركه إلا من جرب الحرمان منه هذه أول مرة بنفطر فيها في البيت بعد الغياب السنين الطويلة هذه وكانت يعني أحلى فرحة إلنا وأحلى يوم لأن يعني من سنين طويلة يعني وأنا بعد الأكل يعني كأنه حلم ولا علم يعني إنه موجود أبو أحمد يعني استنانا راح على الجامع وإجا لقى السفرة جاهزة ما كان بالنسبة لأبو أحمد في رمضان الفائت حلماً صعب التحقيق صار حقيقة معاشة. الفرق بين حاله اليوم وحاله قبل عام من الآن هو تماماً الفرق بين معنيي الأسر والحرية. ولانه ادرك المسافه الشاسعه بينهما فانه سيبقى مناضلا من اجل من تركهم خلفه في السجون حتى ينالوا حريه مماثله محمد المدهون قناه الجديد غزه فلسطين ندد ناشطون ونواب كويتيون بتوقيف عضو في أسرة آل الصباح الحاكمة بسبب التعبير عن أراء سياسية وطالب المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني عبر تويتر بالحرية للشيخ مشعل المالك الصباح الذي اعتقله أمن الدولة وبحسب المنتدى فأن الشيخ مشعل أوقف بسبب أرائه شجاعة المعارضة لسياسات الأسرة الحاكمة وقال الشيخ مشعل في تغريدات نشرها عبر تويتر في الايام الاخيره انه ينوي خوض الانتخابات التشريعيه المقبله ليصبح اول عضو في الاسره الحاكمه يخوض هذه الانتخابات، متعهدا فضح فساد مسؤولين كبار اذا ما فاز، وانتقد حصر الحكم في فرع واحد من اسره ال الصباح اي بابناء مبارك الكبير، ودعا الشيخ مشعل غير المنتمي الى هذا الفرع من الاسره الى تعديل الدستور واعتماد اصلاحات. قال ناشطون ان ما لا يقل عن عشره اسلاميين محليين اعتقلوا في الامارات العربيه المتحده في الايام القليله الماضيه ضمن حمله موسعه على المعارضين ورفعت هذه الاعتقالات عدد من القي القبض عليهم من المعارضين الاسلاميين الى عشرين تجري معهم الامارات تحقيقا بشان جماعة لها صلات خارجية تخطط لجرائم ضد امن الدولة، وقال قريب لاحد المعتقلين ان قوات الامن اعتقلت الثلاثاء الماضي حمد رقيت البالغ 61 عاما وهو احد مؤسسي جماعة الاصلاح الاسلامية وشخصية معروفة في امارة الشارقة، واضاف اتوا ليلا الى المنزل واخذوه بعد تفتيش المنزل وصادروا هاتفه المحمول ونحن لا نزال نجهل مكانه. وقال ناشطون واقرباء ان بين المعتقلين الاخرين المحامي سالم الشحي وعبد الرحيم الزرعوني الذي يعمل في مؤسسه اعلاميه ومصبح رميثي وهو عضو اخر في جماعه الاصلاح وعيسى السويدي وهو مسؤول تعليمي سابق أكد عالم الفيزياء الألماني كارل شلاجل أن المفاعلات النووية الإسرائيلية أنتجت وقودا نوويا تجاوز 300 رأس عيار قنبلة هيروشيما وأشار الدكتور شلاجل إلى أن مصر لا يتطلب منها إنتاج قنابل نووية لأنها تمتلك مقاومات ردع هائلة وإسرائيل تعلم ذلك لكن ما ينقص مصر هو تطوير أبحاثها العلمية وهي مؤهلة منذ سنوات لتصبح قوة علمية ضخمة لكنها تحارب بإغراء علمائها للسفر إلى الخارج فمصر التي تبنت أول مفاعل نووي بعد إسرائيل في الستينيات وعلماؤها يطورون أبحاث ناسا والجينات في جامعات أوروبا ووصل بهم الأمر إلى استيراد فوانيس رمضان من الصين وهو شيء مؤسف أصال النصر ثورجية في سوريا معارضة للثورة في دول أخرى فماذا قالت للزميل طوني خليفي من مصر؟ صورة الثورة في البحرين هل أنت يجب؟ أو أخاف أن؟ بالنص ما في زر <applause> خصوصا انه انت بتحمل الجواز البحريني بتشرف فيه بتشرف فيه من جلاله البحريني. الملك يجب ان او هذه ثورة على جلالة الملكة. وانت داعمة أن... الثورات وداعمة الديمقراطية وداعمة أن... حقوق الشعب، نعم. يجب أن يجب أن نعرف إنه مو كل يعني مو كل دولة بعالمنا العربي بيقدروا شعبه يقوموا ثورة إذا ما كان عندهم الحجة القوية البليغة. آه. أنا من الناس اللي أحترم دول الخليج. واقدر تماما لا اطلاقا أنا مش إيه عم بفهم مع كل العالم يعني, يعني انه عم انه عم انه عم انت مع الانقلاب على النظام بسوريا آه. وبمصر وبكل العالم العربي بس البحرين لا لانه انا في, لا علاقة, أنا في علاقه في انا عم في علاقه بتجمعني مع أو صداقة مع جلاله الملك يعني يا ريت اتشرف فيها بس ما في صداقه اتشرف فيها ما في صداقة أنا بيجمعني صداقة مع أقارب لجلالة الملك نعم. بتشرف فيها بس كمان أنا بتجمعني صداقة مع أقارب لا بشار الأسد نعم. صداقة أكبر وعمرة أطول أنت ونأخره. مع الثورة في البحرين ولا لا؟ لا ليش لا؟ يعني يمكن لأني ما فهمتها ويمكن لأني أنا بعرف قديش شعب يمكن لأنه الثوار في البحرين من طائفة تختلف عن طائفتك؟ إطلاقاً أولاً يعني أنا أنا ما فهمت أساساً سبب الثورة يعني واسمح لي اقول لك يعني, بيطالب ما يعني في عم بيطالبوا بحريه هي انه طلعت بنفس وقت ثوره سوريا طي طلعت فنحن كثير انغمسنا بتفاصيل ثوره سوريا ومصر بما انه ساكنين فيها ما بعرف انا بحس كثير الخليجيين قياده وناس يعني من هال بحس كثير قلبهم على الناس عطاءاتهم كتيرة يعني نحن ببلادنا يعني انا اتخيل كل اللي عملتيه بهالحلقه من اولها لاخرها كل المصداقيه اللي انحكى فيها بتصور بهيدي اللقطه لا معلش اسمح لي بينت انه مصلحه الاصاله فوق كل لا. اعتبار هل... إذا فوق كل ثوره فوق كل ديمقراطيه فوق كل حريه كيف مصلحتي كيف مصلحتي كيف مصلحتي؟ أصالة كان في على فكرة شفتي شو مشكلتنا ما جاوب ما جاوب على سؤالك شفتي إطلاقاً شفتي شو مشكلتنا نحن؟ هيدي مشكلتنا لا أنا أنا ما بسمح إطلاقاً إنك تقل لي إنك تقل لي موضوع طائفي، انا ما قلت طائفي لا انت بتقول موضوع طائفي انا قلت طائفي. مصلحه انا قلت ممكن يكون موضوع لا طائفي لا ولا مصلحه ولا مصلحة. طائفي اطلاقا لو انت مع كل الثورات بالعالم العربي الا بال... بال... اللي عندك مصلحه ما مع الانظمه فيها لا, ما فهمنا لانه هدفها ما فهمنا ويمكن ويمكن لاني انا بحس انه هدول الشعوب قديش عطائين هدول القيادات قديش عطائين مع شعوب والان نبقى مع جوله على ابرز عناوين الصحف الصادره هذا الصباح والبدايه مع النهار احتلال الكهرباء ينذر بعتمة شاملة غدا، قانون الانتخاب إلى مقصلة مجلس النواب. كلينتون تحض مصر على احترام الأقليات، مسيحيو سوريا قلقون مما بعد الأسد. المعارضة السورية تربط حلب بالحدود التركية، أوباما وأردوغان يستعجلان الانتقال السياسي. في سفير قهوجي لن نسمح باقامه منطقه عازله وسيكون ردنا حاسما شبح الظلام الكامل يخيم على لبنان عشرات المستوطنين يقتحمون باحات الاقصى الاحتلال يلاحق العمال الفلسطينيين مدفد ينفي الخلافه مع واشنطن وتركيا تعزز حشودها على الحدود دمشق تطالب مجلس الامن بسحب الارهابيين وحلب تختبر موازين القوى التبرعات للسوريين بلغت 108 ملايين دولار، وزير الداخلية السعودي ينذر أنصار النمر. أربعة أحكام بالإعدام على المتهمين بالفساد المصرفي. صالحي لا أحد يرغب بفشل المفاوضات النووية. القضاء المصري يمنح فرصة للتأسيسية تأجيل بت بطلانها حتى أيلول. انتكاسة جديدة للحريري وسعودي أوجي من أبرز عناوين الأخبار خلية الرميلة الهدف طائرة شبح العتمة سعيد ميرزا إمبراطور كل العهود البابا يرفض أي تغيير بالقوة وإرشاده لمسيحي الشرق المجتمع يحمي الأقلية النظام يتقدم في حلب والجيش التركي يحشد ودعوة لاجتماع وزري لمجلس الأمن ننتقل الى انوار الكهرباء مقطوعه عن كل لبنان والحكومه تبحث في الانتخابات احتفالات عسكريه بعيد الجيش المعارضه تسيطر على طريق يربط حلب بالحدود التركيه تعزيزات للجيش التركي على الحدود مع سوريا رصاص على فريق المراقبين في سوريا لندن تراهن على الاولمبياد لانعاش اقتصادها من ابرز عناوين الديار لبنان يدخل الفوضى والمؤامره والنار والخطر الصوره الخطره تكسير رؤوس المياومين الشيعه ولو بالقوه اطلاق تيار كهربائي سني من اطراف عكار وطرابلس الى الاسير معركه حلب بالشوارع العريضه والدبابات الجيش النظامي يحقق تقدما والمعارك شرسه تركيا تدفع باسلحه جديده وصاروخية إلى الحدود. وفي الديار صورة لفتاة تؤدي مناسك للعمرة بملابس إحرام الرجال. هل تم اغتيال عمر سليمان على طريقة عرفات؟ في المستقبل أوباما وأردوغان يتفقان على تسريع رحيل الأسد وأنقرة تنشر جيشها على الحدود. الجيش الحر يربط حلب بتركيا. خمير ينشق عن وزير الطاقه بسبب تجاوزات ومخالفات كبيره كهرباء بسيل تهدد اللبنانيين بالعتمه الشامله محكمه الحرير تؤكد صلاحيتها الدجاج يبيض كهرباء في رشميه تالق فرنسي امريكي في السباحه والصين تبتعد في الصداره في أولمبياد لندن 2012 من عناوين البناء أزمة المياومين تتفاقم والاتصالات بين الحكومة والتنسيق تعود إلى المربع الأول قانون الانتخابات يراوح بين رفض النسبية واستحالة العودة إلى الستين هل من صفقة بين الأسير وأحمد الحريري على حساب صيدا؟ قهوجي لن نسمح بإقامة أي منطقة عازلة تطهير حلب يتواصل والكشف عن انفاق جديده للارهابيين في حمص، فرنسا تفضح التورط السعودي القطري في تمويل المسلحين. الحرب ضد ايران ليست النهايه وتهديدات رامني حرب نفسيه. طهران تتوقع مزيدا من المحادثات النوويه. الحريري في دائره الازمه الماليه مجددا. من أبرز عناوين اللواء تركيا تقترب من حلب وأوباما وأردوغان لمرحلة انتقالية بلا الأسد، الجيش الحر يواجه الهجمات ويفتح ديفيرسوارا للإمدادات، وفرنسا لاجتماع عاجل لمجلس الأمن. معركة تكسير رؤوس بين بر وعون تطفئ الكهرباء في لبنان. الحكومة الغائبة تنهمك بقانون الانتخاب، والجيش يرفض المنطقة العازلة في الشمال. بانيتا في القاهرة اليوم اتطلع للقاء مرسي ونحث على التحول الكامل للحكم المدني. بغداد تسعى لاستجوابه واربيل ترفض، برازاني يلوح مجددا بالانفصال. في صدى البلد التوتر العالي بين بر وعون يهدد لبنان بالظلام. كر وفر في حلب، المعركة مستمرة. إقفال الحدود يرعب المزارعين وكلفة الشحن تتضاعف. عباس شعيب للبلد نفكر جديا في الاستغناء عن جنسيتنا. ننتقل إلى الجمهورية، تركيا أرسلت تعزيزات عسكرية جديدة إلى حدودها مع سوريا وروسيا قللت من حجم الخلافات مع الغرب. الحكومة تنأى بنفسها عن أزمة المياومين. النظام السوري اقنع موسكو بامكان الحسم في حلب معركه حلب تفتح الافاق امام تسويه كبرى الصين تواصل هيمنتها على الذهب من ابرز عناوين صحيفه الحياه السعوديه تؤكد الدعم الانساني والمادي للشعب السوري قوات حكوميه تهاجم قافله رئيس بعثه المراقبين في حمص وانشقاق ضباط في شرطة اللاذقية والقائم بالأعمال في لندن الجيش الحر يسيطر على الطريق بين حلب والحدود التركية المحكمة الدولية ترد دفوع وكلاء المتهمين في اغتيال الحريري لبنان أزمة مياومي الكهرباء تهدد بانقطاع التيار والأكثرية تتفق على النسبية وتختلف على الدوائر اعتبر ان الموقوف النمر مشكوك في صحته العقليه الامير احمد تجاوز امن الدوله غير مقبول اطلاقا ونضع حدا له ايران حكم باعدام اربعه اشخاص في اضخم فضيحه فساد بعد الثوره ختاما مع عناوين الشرق الاوسط استقاله اعلى دبلوماسي سوري في لندن احتجاجا على العنف الجيش الحر يؤكد نيته انشاء منطقه عازله والجيش التركي يطلب تقارير الارصاد الجويه فوق سوريا من داخل العاصمه دمشق تحت الاقامه الجبريه الجيش الحر يستولي على نقطه استراتيجيه مع الحدود التركيه بينهم محكومون بالإعدام والسجن المؤبد مصر الإفراج عن 15 من الجماعة الإسلامية والجهاد بعفو رئاسي وختاما نذكر بعناوين النشرة انقلاب داخل حرم الكهرباء والإدارة تلجأ إلى الذوق المستقبل والجماعة ضربا إضراب صيدا في بعبدة أمن وإرهاب موازنة وانتخاب الجيش السوري يستعيد معظم حلب هذه الفوارق قذائف دبابات الصعيد كانت كانت تطلق على وكان في النشرة أيضا أصالة مع الثورة لا، بهذا نأتي إلى ختامِ النشرةِ، شكراً وإلى اللقاء